اولا كنهني الدراري ديالي بعد على النقطه اللي جابوا ثامنه من يعني من ستاد دونور مع فريق كبير وعتيد وعالمي فريق الرجاء، فبالنسبه لي انا كنعتبرها ايجابيه لانه في ظل الظروف اللي عايشينها دابا، فالحمد لله نتيجه النقطه فاحنا مسرورين بها. ياسير ياسير عندهم 5000 درهم 5000 درهم كيفاش تشوف البونتوش؟ لا ماشي انا كنت انا كنت قرار بصفه عامه كنا كنشوفوا بصفه عامه. لا القرار خذونا قبل ما هذا خذوا شحال هذه خذوا راسي ما بقاش كندخل هذا انا كنت في طالع الفوق في الكراده ما كنتش. قرار صائب؟ لا قرار صائب وحنا مع المسائل التنظيميه حنا كل ما هو تنظيمي حنا معاه. في فين مرشد في الترتيب؟ الترتيب غادي الرابع 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 نقطه 12 نقطه راه احنا لوبجيكتيف كون تراسي ديال الديبي هو ان شاء الله نكونوا بارمي لي 4 بريمي ان شاء الله.